الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من مصر في أسبوع. هذه الحلقة سنتحدث فيها باستفاضة كبيرة عن الموازنة العامة للدولة. يوم الاثنين الماضي أقر البرلمان المصري بشكل نهائي الموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020. زي ما حضراتكم عارفين أن السنة المالية بتبدأ مع شهر 7 أو شهر يوليو من بداية كل عام. نتحدث هذه المرة عن موازنة تتخطى 1,600,000,000,000 جنيه، هي الموازنة الأكبر في تاريخ مصر بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام اللي حتى الآن ما زالت سارية، وهي موازنة عام 2018. إن شاء الله بعد أيام قليلة هنبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة. هذه الموازنة الجديدة تضمنت العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، وأيضا تم فيها زيادة المخصصات المتعلقة بمخصصات وزارة الصحة، وأيضا المخصصات المتعلقة بوزارة التربية والتعليم. ما الهدف من هذه الموازنة؟ وهل نحن أمام موازنة توسعية أم موازنة متقشفة؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه مع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأيضا أستاذ الاستثمار والتمويل. لكن هنذهب الآن مع حضراتكم إلى عرض توضيحي عن الموازنة العامة للدولة، الموازنة الجديدة لعام 2019-2020. أهلا بحضراتكم من جديد. بعد هذا العرض التوضيحي نبدأ حوارنا مع دكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل وأيضا الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا فندم. الحديث عن الموازنة والحديث دائما في الاقتصاد حديث يكون صعب، ولكن يعني الموازنة تتعلق بحياتنا جميعا كمواطنين في هذه الدولة. أولا قبل أي شيء، حينما نظرت إلى هذه الموازنة، هل تعتقد بأن هذه الموازنة موازنة توسعية أم أنها موازنة متقشفة إلى حد كبير؟ أولا اسمح لي أنا بشكرك على استضافتك الكريمة، واسمح لي أقول لك كل سنة وانتم طيبين. إحنا إن شاء الله على أعتاب ساعات قليلة ونحتفل ب 30 يونيو إن شاء الله، يعني يبقى أيام طيبة على الشعب العربي كله والشعب المصري وتعود كل الدول العربية لما كانت عليه وأفضل.
سريعا، شوف حضرتك الموازنة العامة دي مختلفة كثيرا عن الموازنات السابقة. دي حلقة من حلقات كثيرة جدا إن شاء الله تصل بينا لرؤية 2030. الكلام ده إزاي؟ أنت تعلم حضرتك أن الدولة وضعت رؤية ل2030، إزاي نوصل بمستوى خدمات للدولة المصرية أو للمواطنين تليق بيهم. والحاجة التانية، إحنا كان عندنا تعديلات دستورية، التعديلات الدستورية اللي إحنا استفتينا عليها قالت إن لازم الحكومات ومجلس النواب والقيادة السياسية تلتزم إن توفر حياة كريمة للمواطنين. ده جزء من التعديلات. الحاجة التالتة والأهم بالنسبة لي، فخامة الرئيس منذ ترشحه كان عنده برنامج رئاسي إزاي يوصل خدمات ترفع تاني من مستوى أو تحد من مستوى الفقر، ترفع الحياة الكريمة للمواطنين. الكلام ده يتطبق إزاي يا فندم؟ عملنا موازنة السنة دي، بقى الموازنة دي فيها أكبر رقم بيصرف على الدولة، 1.6 تريليون جنيه. متفقين؟ صحيح. الجزء الكبير منه مخصص للخدمات، التعليم والصحة. حتى حضرتك لو تفضلت وبصيت كده هتلاقي أن الباب اللي مدعم للتعليم والصحة زاد 40%. من 357 مليار أو 358 مليار، رقم حوالي 40% زيادة. اللي بيهمنا إزاي إن إحنا النهاردة بنشوف إن الدولة بترعى كمان المواطنين، توصيل الغاز ده قطاع كبير، إزاي النهاردة بتزود باب الأجور. يعني أنت حضرتك تتذكر من 3 شهور فخامة الرئيس قال لك إن الحد الأدنى للأجور اللي هو 1200 جنيه هيصبح 2000 جنيه 2000 جنيه سريعا. إحنا عندنا الموازنة جنبين، يعني جانب أيسر وجانب أيمن. باب الإيرادات ده هيوصل تقريبا لمليار لواحد تريليون، وقول تقريبا 150 مليار تقريبا. كويس. باب النفقات اللي هو احنا هنصرف منه بقى على الدولة، ده اللي هو في حوالي 1.6 يعني تريليون و600 مليار بالضبط. والباب الانفاق ده ليه 4 أبواب، يعني الجانب الانفاق ده ليه 4 أبواب. جانب الأجور هو اللي له الحظ الأوفر، اللي احنا زودناه علشان ندي دعم كبير للناس، رفع الحد الادنى للاجور، وايضا العلاوه الدورية، العلاوه الدوريه واصحاب المعاشات، وايضا صحيح مظبوط. وخلاف كمان ان انت النهارده بتوري للناس ان انت قادر على اتخاذ الجزء من الدعم اللي هو العيني، اللي هو الدعم عن الطاقه والمحروقات وما شابه لذلك، سوف يحول لدعم نقدي. يعني اللي هم ال 1200 جنيه دول اللي هيوصل ل 2000 جنيه، يعني في تقديري احنا النهارده هنوصل لاكثر من 50% أو 60% اللي هو صافي ما هيحصل عليه المواطن. الامر الثاني كمان بالنسبه لي، الدوله اقرت في النهج في اهداف اساسيه في اعداد الموازنه دي، ان هي بتقدم النهارده مشروع الخطه لتنميه مستدامه اكثر. يعني هتلجا ان يكون عندها باب الاستثمار، يعني حضرتك احنا قلنا باب صحيح. اللي هو الاجور، وفي طبعا باب الدعم، وفي باب اللي هو فوائد الدين، والباب الاخير باب الاستثمار. باب الاستثمار ده من اهم الابواب لدي في فكره ان الحكومه النهارده بتخصص اكثر من 300 مليار جنيه تقريبا هتضخهم في البنيه التحتيه والاستثمارات الاساسيه اللي هي النهارده تهيئ طرق، كباري، وحدات سكنيه. كل دي الاستثمارات النهارده هتعود على المواطن مره اخرى يعني تقريبا الحياه الكريمه اللي احنا بنتكلم عنها. يعني بنتحدث عن موازنه هي الاكبر في تاريخ مصر، نتحدث عن زياده عن العام الماضي اكثر من 150 مليار جنيه. جميع الهيئات والبنود المتعلقه بالموازنه زادت المخصصات المتعلقه بها، ما عدا فقط بند المحروقات هو الذي يعني قل بنسبه 40%، هو البند الوحيد الذي هو الدعم يعني الدعم المتعلق ببند بدعم المحروقات والمشتقات النفطية، هو ده الجزء الوحيد اللي قل بنسبة 40%. لكن على مستوى الأجور لدينا زيادة، على مستوى المخصصات فيما يتعلق بقطاع التعليم، بقطاع الصحة، بقطاع الأجور، قطاعات كثيرة جدا. وعلى الجانب الآخر تمويل عدد كبير من البرامج الاجتماعية أيضا. مظبوط. وشوف هقول لحضرتك، إحنا طبعا الحكومة أو القيادة السياسية انتهجت نهج إن إحنا بنخفض الدعم تدريجيا منذ 4 سنوات، وده
التزام علينا عشان ان يكون الموازنه يعني تبتدي زي ما بيقولوا كده فيها تحسن ملموس. فابتدينا يكون تخفيض الدعم ده في عدد من البنود، وطبعا ده لا يخفى على احد، احنا ما بنتكلمش في سر دلوقتي. ان زياده اسعار مستويات الطاقه، الكهرباء، البترول او البنزين والسولار وما شابه لذلك، وطبعا بعض من السلع الاستراتيجيه الاخرى. ولكن خلينا نقول ان احنا يعني التخفيض ده معروف خلاص. صحيح. يعني الكهرباء ربما هي مواجهه تاخرت كثيرا طبعاً. خلال سنوات كثيره، وهذا هو السبب الان. شوف العبء اللي انت بتتحمله دلوقتي كان حقيقته يصحح من عشرات السنين. صحيح. ولكن خلي بالنا نقطه مهمه، احنا منينا بضربه اقتصاديه قصمت ظهر الاقتصاد المصري. عشان تبقى واضحه، 2011 كان عندك احتياطي نقدي اجنبي 2011 في 30/12 نقول، خلينا نتكلم فيه ان هو 36 مليار دولار اللي كان معلن. صحيح. لما ابتدت في 2013 نزلت ل 12 مليار دولار. عشان تعوض هذا الفرق الكبير كان لازم تقوم بمجهود كبير جدا ومضاعف ان انت تعيد الاحتياطي النقدي الاجنبي مره اخرى. التضخم ازدياد طبعا مهول ومتلاحق. خلي بال حضرتك الاثار العكسيه اللي بتحدث من 2011 لغايه وقتنا الحالي ما زالت موجوده، لان انت مش عارف تعود السياحه مره اخرى. هروب كثير من الاستثمارات. مزبوط. وهروب ويعني انخفاض معدل السياحه وامور كثيره. بالظبط. هروب الاستثمارات دي هي اللي اثرت النهارده على الموازنه بتاعتك. ليه؟ بجانب الباب الثاني انا بتكلم عنه اللي هي خدمه الدين، اللي هي بتاثر على حاجه اسمها عجز الموازنه، الفرق ما بين الايراد وما بين المصروف. الدولة دلوقتي بتعالجه ازاي؟ بتقول لك لو شلت خدمة الدين ده بس هيبقى عندي فائض في الأول، بس فائض أولي حوالي 2%. فده مجهود كبير جدا. الأمر الثاني اللي هو إجمالي الناتج المحلي، إجمالي ما بتنتجه الدولة دلوقتي اللي متوقع في عام 2019-2020 تقريبا هيوصل من 5.5 تريليون للعام القادم إن شاء الله اللي هو 19-20 ل 6.2 تريليون. فده بيوري قد ايه ان احنا بننتهج ان يكون عندنا استثمارات، مشروعات كبرى تقدر تزود دخل للدوله. هذه الموازنه هذا العام دكتور مصطفى، البرلمان تحدث عن انها تحقق فائض 35 مليار جنيه للمره الاولى منذ اكثر من 15 عام. اللي هم ال 2% اللي حضرتك تحدثت عنه. مظبوط. احنا محتاجين قد ايه، محتاجين بالظبط قد ايه عشان نحقق فائض قد ايه عشان نقلل من نسبه عجز الموازنه اللي موجوده عندنا؟ لا كتير. انت محتاج ان انت عشان توصل لهذا الرقم ان انت تختصر اللي هو خدمه الدين اللي هم حوالي 450 مليار جنيه. فطبعا بس احنا بنقول ما فيش دوله ما عندهاش عجز. صحيح. بس ان انت النهارده تزيد من مواردك ده امر في غايه التحدي امام اي حكومه قادمه. خلي بالنا نقطه مهمه، احنا عندنا للاسف برضو الشق في الاقتصاد، اكيد حضرتك تعلم بيه، الاقتصاد الموازي. صحيح. فالناس دي ما بتدفعش ضرائب. اي حد في الاقتصاد الموازي ده فالدوله عندها تحدي كبير. يمكن حضرتك ملاحظ ان الحكومه بتنتهج دلوقتي ان لازم يكون كل خدماتنا الكترونيه. لحاجه اسمها ضبط الاقتصاد. ضبط الاقتصاد يعني ايه؟ يعني بدل ما حضرتك تروح يكون في القنوات الشرعيه للاقتصاد الرسمي للدوله، تدفع مقابل الخدمه وتدفع فوق مقابل الخدمه خدمه كمان. ده بالنسبه لنا بيبقى مرهق لاي مواطن، اللي هما بنسميه التبس او الرشوه او الاكراميه. صحيح. او بسبب فده بيرهقني كمواطن او حضرتك او اي حد من مشاهدينا الكرام. اذا النهارده يعني انجزنا انجاز ان احنا منعنا هذه اللي هي المقابل فوق الخدمه، اعتقد ده هيكون ليه مردود اساسي. عشان كده الدوله بقول لحضرتك بتنتهج هذا النهج. لما تنتهج هذا الامر وتكون المتحصلات الضريبيه بتزداد وتخش في القنوات الشرعيه، لازم الايرادات النهارده بتاعت الدوله تصل لحدود 1.6 تريليون جنيه. والامر الثاني بالنسبه لنا اللي هي بنسميه ضبط النفقات. يمكن حضرتك تتذكر من اسبوعين كان دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عامل لجنه اقتصاديه او لجنه وزاريه حاجه اسمها لضبط الانفاق. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اي جهه او اي هيئه او اي وزاره تنفق كما يحلو لها. الا لما نكون النهارده دارسين لبعض البنود والمصروفات هل هي دقيقة أم لا، وبعدين يتم الصرف. وده ربما يعني حتى كمان السيد وزير المالية دكتور محمد معيط لفت لهذا الأمر بأنه ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لكل هيئة ولكل جهة، وتشديد أيضا إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام. احنا اتكلمنا في المصروفات دكتور مصطفى، عايزين نتكلم عن الإيرادات، إيرادات الموازنة العامة للدولة. من وجهة نظرك إيرادات الموازنة العامة للدولة، يعني لو لاحظت هتلاقي انه الضرائب او يعني تشكل رقم كبير. صحيح.
ده كأستاذ استثمار وتمويل، ألا تعتقد بأن هذا الأمر بي 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 بيقلل شوية من نسبة الاستثمار، من نسبة إقبال المستثمرين؟ خلينا نشوف ننجز الامر امام المشاهدين الكرام. احنا ايرادات الدوله بتيجي ازاي؟ اللي هم تقريبا 1.2، انا بقرب الرقم يعني 1.2 تريليون جنيه تقريبا. 75% منهم دي موارد ضريبيه من الرقم ده، ثم الباقي بقى المنح والمعونات والمساعدات والاستثمارات وما شابه لذلك اللي هم بيجوا بعد كده. الدوله بتنتهج نهج امرين مهمين، ان هي كل ما تزود الاستثمارات كويس داخل النشاط الاقتصادي كل ما هتحسن الموارد، وكل ما تزود الاستثمارات والنهارده تدمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي كل ما هتزيد الحصيله الضريبيه. فالنهارده هدفنا الاساسي ان ازاي ندمج الاقتصاد الموازي ده. انت حضرتك تعلم يعني تقريبا الاقتصاد الموازي ده ادى الاقتصاد الرسمي، وفي بعض الاحاديث تتحدث عن انه 70% حتى تقريبا. فخلينا نقول ان هو اذا انجزنا ان احنا نجيب نص موارد الضرائب اللي احنا بنحصلها دلوقتي، احنا بنحصل ضرائب في حدود ال 800 مليار جنيه، 800 مليار تقريبا الرقم ده. لو احنا عرفنا ندمج نص الاقتصاد الموازي هتحصل على 400 مليار. ال 400 مليار دول اللي هو العجز بتاع الموازنه اللي هو سؤال حضرتك. فهل تتخيل النهارده مثلا، هدي لحضرتك مثلا، كل تجاره الاراضي النهارده دي تقريبا كانت لغايه من سنه غير مقننه ضريبيا، يعني انت بتشتري وتبيع اراضي وتكسب مليارات من غير ما تدفع ولا مليم ضرايب. تجاره الشقق، تجاره العربيات، النهارده كل التهرب الجمركي اللي حضرتك بتشوفه ده، كل ده يعني من ملهوش مردود ضريبي او مردود جمركي. فهل لك تتخيل ان احنا المجهود اللي احنا بنحاول نحصله ده كله في الاقتصاد الموازي ممكن يسد عجز الموازنه؟ علشان كده الدولة بتمشي على نهجين زي ما انا قلت. النهج الاولاني ان احنا ندمج الاقتصاد الموازي ده للاقتصاد الرسمي. الامر الثاني ان احنا ازاي نقنن كل الخدمات للاجهزة المعنية الالكترونية، وطبعا ده امر مش سهل. وده يعني سؤالي برضو كان في شق اخر دكتور مصطفى، فكرة انه ارتفاع الضريبة بهذا الشكل لا يؤثر على وجود استثمارات او اقبال استثمارات خارجيه، يعني مجيء استثمارات خارجيه الى هنا الى الداخل المصري؟ لا بالعكس، هقول لك على حاجه، نقطه مهمه قوي. اي شركه او اي مؤسسه بتدفع ضرائب ما بتبحثش على قد ايه بتدفع ضرائب فقط، بتبحث على استقرار امني، بتبحث على سعر صرف مستقر، بتبحث على المحفزات اللي هتاخدها. فخامة الرئيس موجود النهاردة في اليابان وبيتكلم إن شاء الله إحنا إزاي نحصل حجم استثمار كبير من الدول العشرين، وإزاي نوجه لهم إن إحنا نكون قبلة لتوجه الاستثمارات الأجنبية. وده بالنسبة لهم أمر هام. ليه؟ لأن أنت عندك النهاردة فائض في الكهرباء، فائض في الغاز، النهاردة عندك تحسن في البنية التحتية التشريعية والبنية الأساسية الاستثمارية. كل ده النهارده اي مستثمر ممكن يجي عندك. المهم اللي بيكون بالنسبه له ان هو داخل متفق على معدل ضريبه ما يتزيدش عليه في خلال الفتره اللي هو متواجد فيها. لان انت تعلم جيدا ان في حاجه اسمها دراسه الجدوى. ان هو اعد دراسه الجدوى، يعني انا هقول لحضرتك بمنتهى البساطه، هي مرسيدس جايه مصر تاني ليه؟ مرسيدس نظرا لعوده الاستقرار الامني والاستقرار السياسي والاجتماعي. وبعدين النهارده بقت في حاجه اسمها وضوح الرؤيه الاستثماريه، يعني بمنتهى البساطه هو داخل مصر النهارده عارف هيصرف قد ايه، عارف ويكسب قد ايه. بالظبط كده. ما بيحبش المستثمر الالماني دايما بالذات، انا بقول من اصعب المستثمرين. ليه؟ لان عنده جديه في عمليه الاستثمار والعائد المقابل اللي هو بيحصل عليه، يعني ما بينتقلش من اي دوله كده بسهوله. الامر الثاني، انت النهارده جذبت اكبر شركه مصنعه للسلع المعمره، شركه بوش اللي هي المانيه برضو. ده خلي بالنا نقطه مهمه، ده بتفتحك على السوق الاوروبي للمره الثانيه. هم هيستفيدوا منك النهارده في محور قناه السويس، هيصدروا للدول الافريقيه ان شاء الله شهر اكتوبر الجاي على حد اقصى على حد علمي. احنا بنوقع منطقه التجاره الحره الافريقيه، عندك تقريبا 55 دوله اللي هيخش فيهم النهارده مستفيد. القاره الافريقيه النهارده في احتياج لاستثمارات بالمليارات. فاللي انت النهارده هتقدر تجذبه يخش مصر النهارده يفتح مشروعات ويكون النهارده قادر ان هو يلتزم بالبيئه التشريعيه والبيئه التنفيذيه والاستثماريه الموجوده، هيكون فتحه خير بالنسبه له ان هو يتجه لافريقيا. فاطمن، مش عايز الناس ما تبقاش قلقانه ان احنا عشان بندفع ضرائب، لا، شيء مقبول يعني. طيب نتحدث ايضا في اطار الاستثمار دكتور مصطفى عن عوده، حضرتك اشرت الى عوده شركه سيمنز وشركه بوش الالمانيه، وايضا نتحدث عن عوده شركه جوجل لاعاده افتتاح مكتبها في مصر بعد ان اغلقته بعد احداث 2011. اولا انعكاس عوده هذه الاستثمارات وانعكاس عوده هذه الشركات الكبرى لممارسه دورها ومهامها في السوق المصري،
انعكاس ده على المواطن اللي قاعد في البيت اللي موجود في بيته هيشوف ده ازاي؟ هيأثر ده الامر ده بشكل عامل ازاي عليه؟ شوف هقول لحضرتك على حاجه، نقطه مهمه، خلينا الاول نبص من نظره المستثمر الاجنبي ان هو بيرجع تاني لدوله بيحاول يستثمر فيها. المستثمر الاجنبي لما بيرجع بيبقى ليه عدد من المعايير والاسس بنسميها حتى ساعات في جزء منها تصنيف ائتماني، يعني قدرتك على الالتزام والسداد لالتزاماتك الماليه في الخارج. بيبص النهارده ازاي هيرجع الدوله دي ويحصل على كميه من الاستثمارات داخلها وفرص التشغيل. الامر بقى بالنسبه للمواطن، طب النهارده لو بتتخيل حضرتك ان احنا نجيب شركه زي شركات الكبيره بوش دي اللي هي بتاعت السلع المعمره، وتلاقي ان اسعار السلع المعمره دي كلها انخفضت. مش ده هيكون لصالح المواطنين؟ هيكون صحيح. لصالح المواطنين هو مين اللي هيشغل المصانع دي والشركات؟ ما هم العماله المصريه. والنهارده العماله المصريه دي ان احنا بنبحث عن كل فرصه عمل. عارف حضرتك الموازنه اللي في ايدك دي النهارده عامله التزام على الحكومه ان هي توفر كام فرصه عمل كل سنه؟ تقريبا 1,000,000 فرصه عمل. يعني كل سنه الدوله لازم تهيئ 1,000,000 فرصه عمل علشان النهارده ما يكونش معدلات البطاله بالشكل الرهيب اللي حضرتك بتشوفه. الحكومه اجتهدت في الاربع خمس سنوات ان هي رجعت البطاله، مؤشرات البطاله من 13.2 تقريبا لحوالي قرب 8%. ده رقم كبير جدا. لو قسته بقى حضرتك على حجم الاستثمارات اللي احنا جبناها من الخارج النهارده، ده عدا على المواطنين ولا ما عادش؟ صحيح. انا متفق معاك وعارف ان الناس قلقانه، الاسعار لسه في غلو، ان في بعض من السلع يعني اللي هي الاساسيه في البيوت كلها في غلو. ايوه، ولكن ما تنساش كمان ان انت النهارده في عندك استغلال انت مش قادر تحد منه. لان التجار لغايه ما زلنا الوقت الحالي النهارده سعر الصرف يا فندم نزل تقريبا 5%، او جنيهنا يعني قوي 5%، الجنيه مقابل الدولار يعني. الجنيه ازداد اكتر من الدولار 5% تقريبا من بدايه السنه، ومفيش ولا سلعة نزلت تقريبا 5% إلا بعض من السلع المعمرة طبعا. هو وهنا السؤال دكتور مصطفى، البعض يتحدث عن أنه برغم انخفاض الدولار أمام الجنيه إلا أنه هذا لم ينعكس على أسعار السلع في الأسواق. بنتكلم على الناحية الثانية فكرة ضبط الأسواق والكلام ده. البعض يتحدث أيضا، أساتذة الاقتصاد يتحدثون بأنه يعتبر هذا تدخل في السوق، ويعني تدخل في إطار السوق الحر، وبالتالي هذا يتنافى مع السياسة العامة للدولة والسياسة الاقتصادية للدولة. خلينا نقول أن احنا سياسة الدولة من سنوات أن أنت بتحاول أن أنت تكون سوق حر. طبعا احنا مش سوق حر بآلياته الكاملة، يعني احنا مش زي أمريكا. صحيح. ولكن احنا النهاردة بنتكلم أن احنا إزاي تمنح للمستثمر أنه يكون عنده حرية، ولكن انت تكون في بديل. علشان كده تلاقي مثلا الدوله بتفتح كل المجمعات الاستهلاكيه اللي حضرتك بتشوفها دي، كل منافذ التوزيع اللي انت في الشارع اللي بتشوفها. هو ليه احنا بنعمل كده؟ علشان نزيد من حديه التنافسيه. يعني انت النهارده ما تقدرش تيجي لاي مستثمر، وبالتالي يصبح المستثمر او منتج هذه السلعه مجبر على تخفيض اسعاره. يخفض اسعاره ازاي النهارده؟ طب انا هدي لحضرتك مثلا، ايه رايك ان اللحوم كلها انخفضت على مستوياتها في العالم، وعلى جزء كبير جدا ده مستويات المؤشرات في الاسواق في العالم كويس، وابتدت تنزل وتتراجع في مصر. عندنا جزء كبير جدا من المستوردين ومن مربي اللحوم للاسف ما نزلوش اسعارها. لا انخفض. ما انا هقول لحضرتك الاسعار، اسعار اللحوم فعلا انخفضت في حدود 30 جنيه او 35 جنيه. انا هقول لحضرتك ايه اكبر بقى دليل على كلامي، ان احنا في موسم رمضان اللي فات اسعار اللحوم كلها لم تزيد. الناس تحفظت، اللي هو المستوردين واللي هم المربيين تحفظوا قليلا وابتدوا يبيعوا اسعار اللحمه تقريبا مساويه للسنه الماضيه. النزول السوق عندنا فندم بيبقى بصعوبه. بمنتهى البساطه كده، هو احنا حتى عندنا مثل دارج دايما. أيوة. بانه الحاجه اللي بتغلى ما بتنزلش. لكن خلينا يعني دايما انا بناشد الاعلام، خليك انت الصوت للمواطن. وعوا الناس، ما هو توعيه الناس يا فندم للاسف بتيجي من الاعلام. الاعلام لازم يبقى عنده الوعي الكافي ان يقول، يضخ معلومات للناس. لو سمحتم لما تلاقوا الاسعار مغالى فيها تجنبوها شويه. ما هو التاجر يا فندم النهارده عايز يكسب. صحيح. واحنا مع التاجر انه يكسب، بس ما يكسبش باسعار او بعوائد او بفوائد ب 300%. اصل دخل المواطن عمره ما هيزيد 300% في سنه. بس هو السؤال هنا دكتور مصطفى، هل هو ده التاجر المباشر اللي بيتعامل معاه؟ ما هو المشكله ان الزيادات دايما ربما بتيجي بشكل جزئي من التاجر المباشر اللي بيتعامل معاه المواطن. مظبوط. لكن قبل التاجر، ما هو بيبقى فيه كذا سلسله قبل التاجر ده برضه بتساهم في ارتفاع هذا السعر. خلينا ناخد المجموعه على بعضها اللي هي سلسله الحلقات المترابطه مع بعضها. يعني اذا كان المستورد الكبير فهو الطامع الاكثر في الربحيه، وبعدين الوكيل اللي ليه ثم الوكيل.
خلينا نتكلم احنا ما يخصناش مين. انا يخصني السلعه اللي بحصل عليها. صحيح. لو تجنبت السلعه اللي بحصل عليها النهارده، يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، انا اسف يعني رفعت التليفون كده، دي سلعه. السلعه النهارده دي بتزيد ب 300%. لو تجنبت ان انا احصل على السلعه دي النهارده لشهور قليله، هتلاقي مستوى السلعه دي اسعارها ابتدى ينزل. الناس هتحس بيها ازاي؟ بكتر عرض النهارده السلعه دي في تواجدها. يعني هدي لحضرتك مثلا، ابتدت العربيات النهارده يتم التقسيط عليها لمده سنوات بزيرو فوائد. ده بيدل ان مستوى القطاع السيارات في مصر ابتدى النهارده يتراجع. محتاجين ايه؟ محتاجين شويه عزيمه كده، وشويه ان الناس في الاعلام توضح للناس، خلي بالكم الاسعار السلع دي النهارده ابتدت تتراجع. لو انتوا عايزين الاسعار تنزل اكتر، تجنبوها لمده شهر، تجنبوها لمده شهرين. واخد بال حضرتك؟ تعال نبص على نقطه ثانيه مهمه بالنسبه لي، او فكره، يعني حضرتك ممكن نلخصها للناس، الفكره فكره الغلاء، يعني مواجهه الغلاء بالاستغناء. يعني بالظبط، احنا بقى في الاقتصاد يا فندم في حاجه اسمها في الاقتصاد اللي هو السلوك الاقتصادي. احنا النهارده السلوك الاقتصادي من اشهره ان حتى ممكن تستغنى عن سلعه غذائيه لفتره معينه. يعني انا نقدر نقيس قد ايه استهلاك الناس من بعض من السلع التموينيه او السلع الاستراتيجيه، ولو تجنبتها النهارده تخفيضها هيتم قد ايه. واظن انه دايما غالبيه السلع لها بدايل، لها بدايل باسعار مختلفه بكل تاكيد. طيب دكتور مصطفى، اخيرا عشان الوقت بيدهمنا، احنا اتكلمنا عن اللي قامت بيه الدوله. مظبوط. على الجانب الاخر اللي المفترض يقوم بيه المواطن، لانه على سنين كتير جدا فاتت البعض تحدث عن تقصير حكومات سابقة كثيرا في مواجهة يعني الأزمات الاقتصادية المتكررة، لكن على الجانب الآخر هناك أيضا يعني عوائق كثيرة تقف في سبيل نمو حقيقي يواجه الدولة، المواطن شريك رئيسي في وجودها، زي الزيادة السكانية على سبيل المثال. انت حضرتك مسيت كبد الحقيقه زي ما بيقول. يعني هو النهارده الدوله بتحاول تسعى ان هي، طبعا كلام حديث ان احنا النهارده بنتكلم عن اكبر موازنه ب 1.6 تريليون جنيه، ده بالنسبه لعام 2019 2020. واحنا كمان السنه الجايه هتلاقي موازنه بتكبر اكتر. ليه؟ لان النهارده مواجهة الزيادة السكانية دي النهاردة تقريبا احنا بنزيد في المتوسط 2.5 مليون نسمة كل سنة. فتخيل حضرتك ازاي ان احنا نوفر ليهم امور استراتيجية، تعليم، صحة، فصل في المدرسة، شقق لكل من هو مقبل على الزواج. وبالتالي مهما زادت الموازنه لن يستشعر بها المواطن، لانه على الجانب الاخر حصل تأكيد زياده. فانت انت بتحاول تلاحق ان انت تسد الفجوه القديمه، وبعدين انت النهارده الفجوه القديمه دي النهارده بتواجهك تحديات عالميه. يعني انت النهارده لو عندك ازمه لا قدر الله في ارتفاع في اسعار البترول هتعمل ايه؟ لا قدر الله حصل النهارده ازمه في اسعار الغاز، او النهارده في التجاره العالميه، هل تتخيل حضرتك ان تاثير التجاره العالميه النهارده متاثرين جدا؟ الناس مش واخده بالها، الحرب اللي دايره ما بين امريكا والصين، حجم التجاره العالميه بتقل يا فندم، بتنكمش. فده بيكون ليه مردود كبير علينا جدا. ليه؟ لان انت النهارده مش عارف تواكب التنافسيه. احد اساتذه الاقتصاد قال انه ما يحدث من حرائق في الولايات المتحده الامريكيه، حرائق في غابات القمح او ارض القمح في الولايات المتحده الامريكيه، يؤثر على المواطن هنا في مصر. سلعه استراتيجيه عالميه. فانت النهارده لازم ندرك جيدا ان احنا الزياده السكانيه دي النهارده اللي هي غير منضبطه، كويس، خلي الناس، يعني ما عنديش مشكله ان يكون في زياده سكانيه، بس تكون منضبطه، تكون يعني متوازنه مع مستويات الدخل اللي حضرتك بتتكلم عنه. انا بتكلم على المواطن. فانت النهارده لما تيجي تقول لي ان دخلي النهارده ثابت وعندك الزياده السكانيه، فانت عندك خلل في ميزان الاسره. صحيح. الموارد بتاعتك لازم يكون في توجه يا فندم تاني اعلامي للتحديات اللي احنا بنتكلم امامها، منها الزياده السكانيه ومنها الاستغناء. طيب. عن بعض سلوك النقطه دي. اتفضل سريعا دكتور مصطفى، تحديات اخرى غير الزياده السكانيه. التحدي الاخر غير الزياده السكانيه الاستهلاك اللي هو غير صحيح. ليه؟ لان انت النهارده عندنا بعض من السلع الترفيهيه زي ما قلت لحضرتك، منها مثلا من الموبايل، ده بتتكلم عن حوالي 3 4 مليار استهلاك محمول. عندك خدمات اخرى النهارده بتتكلم عنها، بتكون النهارده استهلاك غير منضبط في الكهرباء، في الطاقة اللي هو الناس اللي بتسرق كهرباء، يعني بمنتهى البساطة خالص. صحيح. الاستهلاك كمان اللي عندي المشكلة في المعضلة استهلاك المياه، وطبعا ده كلها النهاردة بتحاول توفر ليها بدائل، بيكون عليها تكلفة كبيرة على الحكومة، الحكومة بتتحملها، للأسف بتستقطع من الدعم عشان تقدر تحطه للمواطن. الرسالة النهائية، إذا كان للمواطن واجبات فعليه أيضا أن يدرك أن عليه حقوق يجب أن يؤديها. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدرة، الأستاذ الاستثمار والتمويل وأيضا خبير اقتصادي. بشكرك شكرا جزيلا. نتمنى نكون قدرنا نقدم لحضراتكم توضيح بسيط. أنا عارف أنه الكلام في الاقتصاد دايما بيكون كلام
يعني زي ما بيقولوا كده كلام مش لطيف على المعده، بس بنحاول ان احنا بقدر الامكان نوضح لحضراتكم. اتمنى تكونوا حضراتكم قدرتوا معانا ان انتم يعني نستوعب جزء صغير، لانه فكره الحديث عن الموازنه ده شيء بيمس حياتنا كلنا كمصريين. في تحديات كبيره جدا مستمره معانا خلال المرحله اللي جايه، في امور كتيره جدا محتاجين المواطنين في مصر يدركوها، الزياده السكانيه زي ما تفضل الدكتور مصطفى، وايضا ممكن ندرك كمان ان فكره الذكاء الاصطناعي ودخول الروبوتس والحاجات دي على سوق العمل بتقلل من فرص العمل، وبالتالي ده تحدي اخر بيضاف للتحديات. اتمنى انه يعني نكون قدرنا نوصل رساله لحضراتكم. هنذهب الان الى فاصل. بعد هذا الفاصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بعد أن تم انتخابه للفترة الثانية تحدث عن أنه ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة الحياة السياسية وأيضا الاستثمار في المواطن المصري. لدينا الآن ما يسمى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مر على هذه التنسيقية عام، ما الذي قدمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال هذا العام، وما هو المأمول من هؤلاء الشباب خلال المرحلة القادمة؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه، لكن بعد هذا الفاصل. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. هذه الفقرة الثانية من مصر في أسبوع. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اسم انتشر على الساحة السياسية في مصر منذ أكثر من عام. ما هو هذا الكيان، وما هي مهمة هذا الكيان، وما هو المأمول من هذا الكيان خلال المرحلة القادمة، وما الذي تمكن يعني أعضاء هذا الكيان من القيام به خلال المرحلة الماضية، خاصة يعني نحن على مقربة من مرور عام كامل على وجود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه من ضيوفنا الكرام. الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. دكتورة شيماء أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ أحمد مبارك، عضو التنسيقية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. خليني أبدأ من دكتورة شيماء. دكتورة شيماء، بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية، الرئيس توجه بحوار واضح وبحديث واضح بأنه يعني خلال الأربع سنوات أو الست سنوات المقبلة سيتم تخصيص شكل أكبر لإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة أدوار أكثر في المجتمع المصري وخاصة على المستوى السياسي. ظهر اسم على الساحة السياسية المصرية وهو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أولا، ما هي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي منصة حوارية بتجمع عدد من الأحزاب السياسية وشباب السياسيين. احنا بدأنا من عام ب 19 حزب سياسي ووصلنا دلوقتي 25 حزب سياسي. بدأنا بستة من شباب السياسيين، وصلنا دلوقتي لحوالي 10 شباب سياسيين. الأساس في التنسيقية وده اللي احنا قلنا عليه وأعلننا عنه في بياننا الأول من عام تقريبا، إن احنا منصة حوارية بتجمع كل الآراء والأيديولوجيات المختلفة، بنجتمع مع بعض، بنتناقش وبنتحاور وبنتكلم، وفي الآخر بنطلع بقرارات متفق عليها وأوراق عمل متفق عليها. هو ده الأساس، والهدف الرئيسي هو الاصطفاف خلف الوطن والمساهمة في تنمية الحياة السياسية. زي ما حضرتك قلت بعد كلام السيد الرئيس، وكان واضح بشكل كبير أنه هيبقى فيه إتاحة الفرصة للشباب، وإتاحة الفرصة كمان للسياسيين أن هم يبقى يمارسوا دورهم، يبقى ليهم دور فعال في الحياة السياسية المصرية. تمام. أستاذ أحمد، نتحدث الأستاذ الدكتورة شيماء تتحدث عن أكثر شباب من أكثر من 25 حزب. كل حزب سياسي بيكون له أيديولوجية، بيكون له رؤية، بيكون له رؤية على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي للدولة. إزاي قدرتوا تكونوا هذا الكيان الواحد من كل هذه الأحزاب السياسية على مختلف انتماءاتها ومختلف أفكارها أيضا؟ يعني خليني في البداية أشكر حضرتك وأشكر البرنامج وأشكر القناة على أن هي أفردت لنا هذه المساحة بأن احنا نتكلم، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تظهر للناس وتشتبك معهم في الأحداث السياسية في خلال الفترة الماضية.
والحقيقه جزء مهم جدا من نجاح التنسيقيه هو استقبال المجتمع ليها والدعم اللي احنا الحقيقه لمسناه وحسينا بيه من كل اجهزه ومؤسسات الدوله. ولما اجي اتكلم عن اجهزه ومؤسسات الدوله فانا اعني هنا الجامعات اللي هي استضافتنا علشان ندي ندوات من خلالها، وسائل الاعلام المقروءه والمرئيه اللي افردت لاعضاء التنسيقيه مساحات بان هم يعبروا عن رايهم وان هم يظهروا. المؤتمرات ان احنا نظهر ونشارك في المؤتمرات الكبيره ومؤتمرات الشباب اللي حضرها سياده الرئيس. ايضا البرلمان، يعني البرلمان كان لنا فيه كذا جلسه استماع وكان لنا في شاركنا في الحوار الوطني الماضي. فالحقيقه جزء من نجاح التنسيقيه هو استقبال المجتمع لنا. ارجع بقى لسؤال حضرتك، فكره ازاي قدرنا نتجمع برغم اختلاف الافكار والتوجهات، اختلاف الافكار والايديولوجيات. الحقيقه دي كانت عنصر قوه في كيان التنسيقية، لأن اللي خلى المجتمع يستقبلنا بهذه الحفاوة هي المصداقية اللي احنا حصلنا عليها. المصداقية دي كانت نتيجة أن المجتمع شافنا أن احنا مجموعة شباب ننتمي لتيارات مختلفة وأيديولوجيات مختلفة وأحزاب ذات توجهات مختلفة، ومع ذلك قدرنا أن احنا نعمل حالة من التوافق السياسي. ده ادانا نوع من الثقل السياسي والمصداقية لدى المجتمع. فلو جينا نتكلم ان ازاي احنا مجموعه شباب مختلفين ومع ذلك قدرنا نحقق هذا الكيان، فده الحقيقه في وجهه نظري بيرجع لمجموعه من الاسباب. يعني تعال نقول ان السبب الاولاني هي ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين معظم اعضائها من فئه عمريه تقريبا متقاربه. يعني احنا عندنا النهارده تقريبا من 25 ل 35 سنه، فعلى الرغم من اختلافهم الايديولوجي انما في النهايه هم بيتكلموا نفس اللغه، بيفكروا بنفس الطريقه، ادواتهم في التواصل واحده، فكان سهل جدا ان هم يقعدوا على مائده واحده ويتناقشوا في موضوعات مختلفه ويتحاوروا، فما حسيناش ابدا ان احنا مختلفين عن بعض. يعني واللي انا عايز برضو اكد عليه في النقطه دي، ودي يمكن اللي انا نفسي اكتشفته من خلال التجربه، دايما لما بيذكر كلمه ايديولوجيه او ايديولوجيات مختلفه الناس بتظن ان ناس مختلفه عن بعض اختلاف شاسع، انما الحقيقه الامر ان مصر من احد الحاجات اللي بتميزها او تحديدا الحياه السياسيه من الحاجات اللي بتميزها في مصر ان في توجهات مختلفه بس الايديولوجيات مش متطرفه. يعني احنا عندنا من اقصى اليمين لاقصى اليسار المساحه المشتركه بينهم كبيره جدا. يعني كلنا عندنا توافق على ان احنا بننبذ العنف، وكل سواء يمين او يسار عندنا توافق على نبذ التطرف، عندنا توافق واتفاق على دعم الدولة المصرية، عندنا توافق على دعم القوات المسلحة المصرية وان احنا بنقف خلف المؤسسات الوطنية المصرية. كل هذه المساحات يعني سقف واحد يتفق عليه الجميع بالزبط. وما دون هذا السقف هناك مساحة للاختلاف في كل شيء. بالظبط بالظبط. وفي النهاية يعني لما نرجع للاسباب اللي ادت الى هذا التوافق، تعال نتكلم برضو يعني وهقولها صراحة إن, ان 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 هذا التجمع من الشباب الارضية الوطنية بتاعته ارضية صلبة. بمعنى ايه؟ وخليني اقولها زي ما هي كده، ان عدم وجود فصيل عايز يفرض سيطرته على باقي الفصائل، وده كنا بنشهده في الفتره الماضيه، وده اعتقد احد الاسباب اللي خلت هذه النوعيه من التجارب تفشل في الماضي. تمام. يعني هجي لك تاني استاذ احمد، لكن الدكتوره شيماء الاستاذ احمد بيتحدث عن انه هذا الاختلاف كان عنصر من العناصر التي أضافت للتنسيقية قوة. على المستوى العددي، هل لديكم حصر عددي بأعضاء التنسيقية بشكل كم؟ يعني إحنا عندنا 25 حزب، كل حزب فيه عدد من الأساسيين، يعني تقريبا فيه 3 وفيه احتياطيين، عشان لو مثلا في حد من الأساسيين مش قادر يحضر مثلا ورش العمل أو الاجتماعات أو حاجة زي كده بقى في حد مكانه. وزي ما قلت لحضرتك إحنا عندنا 11 أو 10 شباب سياسيين، إحنا تقريبا عددنا بقى أكتر من 100. تمام. دكتورة شيماء، لو بنتحدث، أنت تحدثتي في البداية عن أنه بيخرج من هذه التنسيقية أوراق وقرارات ومقررات وبتعرضوها سواء على البرلمان أو سواء على الأجهزة المختلفة اللي بتحاول أنها يعني تستمع لوجهة نظركم أو بتهتم بالاستماع لوجهة نظركم. القرار داخل التنسيقية، إيه شكل اتخاذ القرار؟ هل بيتم التصويت مثلا على الورقة النهائية؟ إيه شكل التصويت اللي بيتم؟ يعني غالبا احنا طول الوقت عندنا موضوعات بنشتغل عليها، طول الوقت عندنا متقسمين لورش عمل، مجموعات على اختلاف الأحزاب واختلاف الأفكار،
بتبقى الموضوعات اللي احنا بنشتغل عليها بنختارها برضو ما بيننا وما بين بعض. طبعا آلية التصويت هي الآلية الأساسية، ما فيش حاجة اسمها مثلا طيار مثلا زي ما زميلي قال، أو في مجموعة بتضغط على مجموعة، لا، كل حاجة عندنا بتمشي بالتصويت. بنجتمع كلنا، هذا العدد ممكن كله يجتمع، ما فيش مشكلة، بنقعد وبنختار حتى الموضوعات اللي احنا بنشتغل عليها. بنفتح باب التقدم لأي حد مننا عايز يشتغل على موضوع معين، وبنختار برضو الناس اللي بتشتغل. كل حاجة عندنا بتتم بالتصويت والاتفاق. لو حتى عندنا بعض التحفظات دي بتتقال، يعني بيبقى عندنا مجال انه لو انا متحفظ او حد متحفظ على حاجة بيقولها، ولازم في الاخر نصل الاتفاق. نستطيع ان نصف التنسيقية بانها عبارة عن برلمان مصغر من شباب السياسيين؟ يعني احنا بنفضل اكتر منصة، يعني بنفضل منصة. بنفضل فكرة المنصة الحوارية، لان هو ده اللي بيجمعنا، الحوار، وبعد الحوار والمناقشات بنصل للاتفاق. فاحنا هل هناك منصة او مقر دائم للاجتماع ما بين شباب التنسيقية؟ لا، مش مقر دائم. احنا كل الاحزاب هي مقرات للتنسيقية، كل الاحزاب المشاركة، بنقدر نعمل اجتماعاتنا في اي حزب، بنقدر ورش العمل اللي بنشتغل برضو بتبقى هكذا، يعني حسب المكان المتاح او المكان اللي نقدر نقعد فيه، ملناش مكان محدد، الاحزاب كلها. تمام. أستاذ أحمد، تحدثت عن ترحيب كافة مؤسسات الدولة وأشرت إلى الجامعات على سبيل المثال، ترحيبها بشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. دكتورة شيماء أشارت أيضا إلى أنه بيتم مشاركة ومناقشة الكثير من الأمور. نتحدث عن مرور عام كامل على التنسيقية، أبرز الأمور اللي ناقشتوها ما بينكم وما بين بعض كشباب مشاركين وأعضاء في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تعالى نتكلم إن السنة اللي فاتت ديت، أو أول سنة في عمر التنسيقية، كانت الإنجاز الحقيقي اللي فيها والإنجاز الرئيسي هي وجودها في حد ذاته، لأن زي ما أشرت حضرتك إن إحنا كنا مجموعة مختلفين وعايزين نخلي التجربة دي تنجح. وبالفعل نتيجة إن إحنا عندنا إصرار على إن إحنا ننجح وعندنا هدف واضح وهو تنمية الحياة السياسية المصرية، ده كان هو العمود اللي جمعنا كلنا حواليه. فكرة تنمية الحياة السياسية، طيب قعدنا نتكلم إزاي نقدر ننمي الحياة السياسية المصرية، فكان عندنا كذا محور نتحرك من خلاله. المحور الأول اللي مهم جدا لتنمية الحياة السياسية المصرية هو محور التوعية السياسية، لأن زي ما حضرتك عارف مفيش في النهاية ديمقراطية من غير شعب واعي عارف حقوقه وعارف واجباته. صحيح. فبدأنا نتحرك من خلال توعية الشباب وتوعية الناس من خلال كل قنوات الإعلام المتاحة، سواء السوشيال ميديا اللي عندنا أو ظهورنا في القنوات التلفزيونية أو المقالات اللي أعضانا بيكتبوها في الصحف والجرائد. وكان بقى أهم تجربة اللي حضرتك أشرت ليها تجربة الجامعات، ودي كانت بتميزنا أو فيها ميزة عن كل التجارب السابقة، إن كان فيها احتكاك مباشر، محطة للتواصل المباشر مع الشباب. بالظبط. فكنا كعدد من الجامعات طلبوا مننا ان احنا نلقي عدد من الندوات هناك، وكان الاستقبال الحقيقه من الشباب مبشر جدا. كانوا بيسالونا، كنا بنرد على استفساراتهم، بنحاول نقول لهم وجهه نظرنا. فالجامعات كانت نقطه قوه اتحركنا منها في اطار التوعيه السياسيه للتنسيقيه. طيب، ده برضو جزء، يعني حضرتك أجبت على جزء من سؤالي وليس كل السؤال. أنا تحدثت عن أكيد التقيتوا، بما أنكم يعني حدث ما بينكم لقاءات مختلفة، فبالتالي في بعض الأمور تناقشتم يعني فيها ما بينكم وما بين بعض كأعضاء في التنسيقية أو حتى خلال الجامعات. إيه هي أبرز المواضيع اللي طرحتوها للنقاش أو اتطرحت عليكم للنقاش من قبل حتى شباب الجامعات؟ بص، تقدر تقول تقريبا معظم الأحداث السياسية اللي كانت بتشغل المجتمع خلال السنة اللي فاتت كلها اتكلمنا فيها، ومعظم الحاجات دي اصدرنا بيانات مشتركه من خلالها. يمكن ابرز المحطات اللي كانت عندنا في الفتره اللي فاتت هي محطه مثلا التعديلات الدستوريه. كان لنا دور في ان احنا نوعي الناس باهميه المشاركه، ولما نزلنا في الجامعات كنا بنتكلم مش مهم تصوت بايه، بس المهم تبقى عارف ايه هي حقوقك وايه هي واجباتك وازاي تتحرك في انك تحصل على هذه الحقوق وانك تنفذ هذه الاستحقاقات. طول العام اللي فات كنا متواجدين في المؤتمرات المختلفة، كنا موجودين في مؤتمر الشباب الثاني والثالث، وكنا موجودين في ملتقى شباب العالم، وبالتالي كنتم جزء فاعل من النقاشات التي تطرح في هذه المؤتمرات. مش بس كنا موجودين كحضور تمثيلي، لا، احنا كنا مشاركين في ورش العمل اللي هناك، وكنا مشاركين في جلسات العمل، وقدمنا اوراق عمل في عدد كثير من القضايا. يعني على سبيل المثال لو حضرتك عايز نتكلم على موضوعات محدده، مثلا في ملتقى شباب العالم كان الملف الملفت اللي احنا كنا ظاهرين فيه ملف رياده الاعمال، وكنا مشاركين فيه في اكثر من ورشه،
وكانت النتيجة إيجابية لأن المؤتمر في النهاية تبنى عدد من التوصيات اللي احنا كنا طرحناها خلال المؤتمر، وده كان نوع من المشاركة السياسية للأحزاب حتى لو بشكل غير مباشر، لأن لما مجموعة أحزاب تقعد وتجتمع ويحطوا كلهم أوراق العمل اللي لديهم ويخرجوا منهم في النهاية ورقة عمل واحدة بتضم أكتر من صوت وأكتر من وجهة نظر، فتيجي القيادة السياسية تتبنى هذه التوصيات وتطالب بتنفيذها وتسعى لتنفيذها، فده نوع من أنواع المشاركة السياسية صحيح. في المجتمع. طيب دكتورة شيماء، أي كيان بيكون له هدف؟ هدفكم في التنسيقية خلال المرحلة القادمة، ما هو هدف التنسيقية خلال المرحلة القادمة؟ والله احنا هدفنا الواضح تماما من البداية زي ما قلت لحضرتك ان احنا يعني الاصطفاف خلف الوطن والمساهمة في بنائه ورفعته، وان احنا نقدر ان احنا كجيل جديد من السياسيين ان احنا نقدر نحس ان احنا بنقدم سياسة مختلفة. بنطمح ان احنا اللي احنا قدمناه واللي احنا ان شاء الله بنشتغل عليه للفترة اللي جاية ان احنا نساهم بشكل كبير في تنمية الحياة السياسية المصرية، ونحاول يعني نقول للمجتمع للمهتمين بالسياسة ان انت تقدر من خلال القنوات الشرعية للسياسة انك انت توصل وتشتغل وصوتك يتسمع، لانه يمكن في الاول ما كانش ده بيبقى متاح، او كان اغلب الناس بتشوف انه انا مثلا هنضم الحزب ليه، او انا هشتغل سياسة ليه من خلال قنواتها الشرعية لانها في الاخر مش هتسمع. لا، احنا دلوقتي بنتسمع، ودلوقتي بنقعد كلنا زي ما قلت لحضرتك على اختلاف افكارنا بنقدر نجتمع ونقعد على طاولة واحدة ونتفق، والكلام اللي احنا بنتفق عليه ده بيظهر للنور، بتسمعه القيادة السياسية المصرية وكل مؤسسات الدولة وكل المسؤولين. عندنا لجنة للتواصل البرلماني بتقدر ان هي تاخد كل القوانين اللي احنا بنشتغل عليها مثلا، او بنضع فيها تعديلات، او بنفكر حتى ان احنا نطرح فيها تعديلات، بتقدر ان هي تاخدها وتوصلها للبرلمان. إذن بيتعاون أعضاء البرلمان معكم في هذا الأمر جدا، لأنه طبعا حضرتك عارف إحنا عندنا أحزاب ممثلة في البرلمان، فده طبعا برضو بيسهل علينا الموضوع جدا، وبنقدر إن إحنا نجمع كل آرائنا ونوصلها لهم، وهم الحقيقة طبعا من خلال أبرز الأحزاب اللي منها شباب أو أعضاء في التنسيقية وممثلة داخل قبة البرلمان المصري أو مجلس النواب. هحاول بقى ما انساش حد، يعني عندنا طبعا مستقبل الوطن، حماة الوطن، التجمع، المصري الديمقراطي، الإصلاح والنهضة، الإصلاح والتنمية، عندنا عايز افتكر يعني عندنا مصر الحديثة، عندنا مصر بلدي، يعني عندنا تقريبا كل الأحزاب حتى الممثلة طيب في البرلمان كمان. هل لديكم طموح خلال المرحلة القادمة أن يكون لديكم حزب خاص بكم؟ لا، لأنه إحنا يعني أحب أكد أن إحنا شغل التنسيقية لا يجب عمل الأحزاب، لأنه في الآخر عضو التنسيقية اللي بينتمي الحزب هو بيوصل كلام حزبه، يعني زميلي أستاذ أحمد هو ممثل حزب الاتحاد في التنسيقية، فهو في الآخر ما بينقلش رأيه الشخصي، هو بيرجع لحزبه برضه، وبيبقى كل الكلام اللي هو بيطرحه علينا أو كل آراءه هي أيضا آراء حزبه، فإحنا لا نجب عمل الأحزاب بأي شكل. إحنا زي ما طرحنا في الأول أو وضحنا في الأول، إحنا الاقتراب سننا الاقتراب أفكارنا، فقدرنا إن إحنا نقعد مع بعض ونطلع هذه المنصة الحوارية أو هذا الكيان عشان نقدر نوصل صوتنا، يمكن أسهل مثلا ما يبقى العدد كبير من الأحزاب صعب أن أنت تقدر تتكلم معاه بشكل كبير تمام. فإحنا كشباب بنقدر أن إحنا نعمل ده. طيب في أقل من دقيقة منك أستاذ أحمد ومن الدكتورة شيماء، الرسالة اللي تتوجه بها للشباب المصري بما أننا أمام نموذج يعني مبني في الأساس على الشباب، الرسالة اللي تتوجه بها للشباب المصري بشكل عام أن المجتمع الصحي هو المجتمع اللي فيه حياة سياسية صحية، والحياة السياسية الصحية هي عبارة عن معادلة من طرفين، الطرف الأولاني هي القيادة السياسية والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، والطرف الثاني هي الشعب ووعي الشعب بحقوقه وبواجباته واطلاعه الدائم على مستجدات الأمور السياسية. فرسالتنا هي أن لازم كل واحد يبقى حريص على معرفة إيه هي حقوقه وإيه هي واجباته، القراءة المستمرة، ما يستناش ما حد يملي عليه حاجة أو معلومة مغلوطة، هو دايما يسعى للحصول على المعلومة الحقيقية والاهتمام بالحياة السياسية المصرية. الشق الثاني أن احنا كأحزاب وسياسيين احنا فاتحين الباب لمشاركة عدد أكبر من الأحزاب أو عدد أكبر من الشباب، عندنا
شروط معينه. حتى ولو مش من اعضاء في احزاب؟ حتى لو مش اعضاء في احزاب. تمام. ولكن في نقطه اخيره بس عشان اوضح النقطه دي، ليها مواصفات معينه، لازم تكون ليك نشاط سياسي معين، يكون ليك انجاز معين في العمل العام، يكون في سي في معين يقول ان انت داخل بجديه، عندك خبره وعندك كفاءه عشان وبالتالي تضيف للتنسيقيه. تضيف للتنسيقيه. تمام. وتضيف للحياه السياسيه المصريه. طيب انا بعتذر منك الزحمه دكتوره شيماء. الدوله الان بتؤكد على تنمية الحياة السياسية، الدولة بتتيح الفرصة لتنمية الحياة السياسية والمشاركة السياسية، القنوات الشرعية للسياسة، الأحزاب مفتوحة لكل الناس، التنسيقية مفتوحة لكل الناس، اللي يحب ينضم بينضم زي ما قال زميلي وفقا لمعايير محددة لضمان الجدية. فإحنا الحياة السياسية الآن مختلفة، وأي حد يحب أن هو يمارس سياسة لازم تكون من خلال قنواتها الشرعية ومرحب بيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك أنت أيضا أستاذ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. شرفتونا النهاردة. تجربة سياسية فريدة تعتمد بشكل أكبر على الشباب، نتمنى أن يعني تلاقي المزيد من الدعم والمزيد من الإقبال أيضا الجماهيري والشعبي خلال المرحلة القادمة. كانت هذه هي الفقرة الثانية والأخيرة من مصر في أسبوع لهذا الأسبوع. كنت معكم أسامة صرايا في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي، كونوا دائما بخير.